اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بس ما انكرك لدرسي رابردو كبتن هذا ناني خواي فروردقار لعبادت دا بود بك خومن بدور بقرين لشرك لشريك هاول بخوادانان لأفعال كردوا ماندا ولا قسكان ماندا ولا نيت وإراداتش ماندا لأفعال هندك شتمان باسكرت وكوا شريك بولا كردوا كاندا نابي بو خواي پروردگار لقال خواي پروردگار إنسان شريك بو خوادا بند لكردوا كاني قيشتي نسر قولي مؤلف رحمة خوالي به ولقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. فرموا بله. فرمی پیامبری خوا علیه الصلاة والسلام لعنتی کرد و لوک سیک گوری پیامبران علیهم الصلاة والسلام مکعب مزجود و تا شوینی نویجو یصلی لله فیها نویج بو خوای پروردگار به تنهاب کاتیدا نگ بو پیامبران و پیاوچاک. او کسیک گوری پیغمبران دکا بشوینی نویش و اتا مزگوتی لسر دکات یاد چه لو نویش دکات بو خوای گوره بتاکو تنها او لعنتی لکراوا که نویشکشی بو چه بخالصی بو خوای گوره. فکیف من اتخذ القبور اوثانا تعبد من دون الله ای او کسی که قبرک دا پرستیو رودکات قبرک و داوال لودکا دبی او حالی چون به تیگیشتم برا کنم و تمان او کسی که تنها او شوینه بشوینی او دزانه کتیای دا نویش بکا بو خواب تنها بباشی دزانه بچه لوی نویش بکا بو خوای پروردگار او کسا بر لعنتی خوای گورک او توا که نویش کشی تنها بو خوا دکات نگن ویژه که با پیغمبر بکه علیه صلی اللہ علیه سلام یا با پیاو چاکه بکه با خواه گوره دیکه بلام لوی دیکه او بر لعنت دکه ادی او کسی خودی پیغمبر که یا پیاو چاکه که بپرستید هاوار بکه او رولو بکه و طواف بدور ده بکه او دبه چون زیاتر بر لعنتی خواه گوره بکه سبحانه و تعالی. فهذا لم يعلم معنى قول الله تعالی اياك نعبد بگو من او کسی که دا چه تسر قبری پیاوچاکک پیغمبرک علیه الصلاة والسلام رو لو دکا داوا لو دکا بدوری او دا طواف دکا هاوار دکاتا او اول ما نای ایاک نعبدو حالی نبوتی نگیشتوا با روژی لحف درک عتی نویجی فرزیش دا هر بلی چی با بلا ایاک نعبد هیچی لی حالی نیوا هیچی لی حالی نبو ایاک نعبدو نازن یعنی چی تو كبزاني يعني شيء ناشي غير إخواب فرسته. أول تل بخاري ومسلم ده روايتي عن كردوها توك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة إخوة لا يهود نصارى كقبر في عمر كانيان قرت بشي كرديان با مساجد واتا جمع مسجد شويني نوش كردنو فرزدقاو خواه فرزدي جا كسي كا تنها لو شوينا او شوينانا بشويني نوش بزانت مزقوتي لسر بكاتو بچه لوي نوش بكابو خواه مزقوت مالي خواه او كسبر لعنتي خواه كوي وتمن اي او كسي كا خودي بيغمبرك يا بيوچا كدا فرزدي زياتر يانا زياتر بر لعنتي خواه دا كوي خواه من فرزدي مبالا. وفيه عنه ايضا من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور
فرمي فيه يعني لا ديسان للصحيح ده فيه يعني وفي الصحيح لا بخاري ده بلا موانية أو حديث لا صحيح بخاري ده نية بتابتي بشي أخيري كموضع شاهدة حديث لا مسند إمام محمد ده هاتوا ولا مصنفي ابن أبي شيبة وأبو يعلى ده هاتوا بلام حديثك صحيحة في عمر عليه الصلاة والسلام فرميت إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء خرافرين خلتي أو كسانا ككاتك قيامة ديت دنياتك ذاتي أو نهر زندون والذين يتخذون القبور مساجد شرار الناس سيري كان خرافرين خلتي خرافرين خلتي أو كسانا كغورستان كان دا كان بمزقوت نويجي تيدا دا كان بو خواي قولا أو أنا خرابتريني خلشي. جاء أو حديث أنا كيستاشرش حديث من بوباز دكا ودواني باز كرت دي قد بدنا أو وصفاني كبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام داينامو بوكسانك كغورستان دكان بمزقود بزانن أو وصفاني كبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بوي دانامو تشي لحديثي يكم دا تشو وصفي تشيبو دانان تشيبو لعن الله اليهود والنصارى لعنتي إخوان اللي بفرمي بهوي شيء وعلتك أي باسكت شيء وعلتك وكارك شيء بو هكاكا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كواتا ليرة دا دفر من لعنتي عن لبيب لبر أو هويا أو وصفية كم دوميا إن من شرار الناس يعني خراب تريني خلشي أو كسانا ك مزجود لسر قبري بيغمبر أندروز لكن أو خراب تريني خلشي شن سيميا بزانين دفر متي ويان مسلم رواياتي كردوا إمام مسلم رحمة الله عليه به دفرمي إن من كان قبلكم أو أمتاني بيش إيوة تيان ذكرت كانوا يتخذون القبور مساجدة عادتي أنوابو كقبر كان ينذكردن بشي ديان كردن بمزقود ها قصي أصحاب الكهف بيننا وبير خوتان كقرآن شون باسي ذكا وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا قال الذين غلبوا على امرهم يعني شي غلبوا على امرهم ده صلاه داران او سردما ده صلاه داران نقع المزانا كان تبقى غلبوا على امرهم ده صلاه داران او سردما وتيانشي لنتخذن عليهم مسجدا اما لسر غوري لسر شويني او حوت كسال اصحاب الكهف تذكين مزقوتي شي لسر دروج دكين آیا او کاری که کردیان کاری چی باش بو خواف پی فرمو بون یا ده صلات داره که وای بریار ده کابرای ده صلات دار بریاری ده و خواهی گروش بو من بازه که کوایان کرد نگ چون که لقرآن ده باز کرا و یعنی شتی چی باش و خواف پی باشه هنده کس بغلط حالی ده بن دلن بابا اونی خواهی گروه باسی اصحاب الکفی کرد و که مزگوتیان لسه دروس کرا ای باشه چی دروستی کرد؟ پیغمبر یک دروستی کرد عليهم الصلاة والسلام عالمك برياري أو إذا يا أوانيك غلبوا على أمرهم كأواني دا صلاة داري أو سردم أبون هل وكوشون دا صلاة داري همو سردمك باغ بچي ددن باغ بو جورشتانا ددن كمرقدو أو جورشتانا زياتر اهتمامي في بدري وكل مزقوتو مالكان إخوة زياتر اهتمامي في بدري بو يتماشا دكين باريشي زور بو أوشتانا صرف دكري أو إكا مزارقابتو أو إكا خلق روی تبکات فنا بخوای گورک اوشکاری چی خرافه براستی بو چونکا نابه قبری هیچ کس یک لگل قبری کسی چی تر فرقی هبه دبه قبر ساده بیت و دروس کردنی مزگود لسر قبر کاری چی باجنی و شرعینیه و خوای پرودگار پی رازینیه چونکا زید روی تیدا دکر لو مردوه به مرور زمن به تپربونی کات ام سردمج نادوه سردمی چی تر چند سردمی چی تر والی ده خلق ده پرستید اگر امروز نپرسته کوتا کاری چی خرابه پیامبری خواهد رسالت فرمودی امتانی پیش ایوا او عادتیان بو نه کاری چی باشی اندکرد دچون چی اندکرد قبری پیامبر کانی اندکرد با مزجود فلا تتخذوا القبور مساجد بلام ایوا ای امتی اسلام نه چن قبر کان بکن بچی مزجودی لسرب کن فاینی انهاکم عن ذلك من نهی تان لذا کم لوا
لم قدغ كردون بحرامي دادن شكاري ونكن او سيم بزانين شوارم دو فرميتي. وفي مسند الامام احمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. سروجه في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمون لعنتي اخوة لزوارات القبور. زوارات وحديث إشمان هي زائرات، لعن الله زائرات القبور أو صيغي كذا فرمي لعن الله زائرات القبور أو حديثة ضعيفة بلام أويان بوشي ولعن الله زوارات القبور أويان صحيحة. فرق شيء لبينيان لعنتي إخوة يكميان لا زائرات القبور يعني هر آفرتك سرداني غورستان بكات او بر لعنتي خواكوت چن قرس وريابن هر آفرتك سرداني غورستان بكا بر لعنتي خوادك كواتا دروست آفرت چه سر قبر بجوري او حديثة نخر بلا متمان چي او حديثة متمان ضعيفة صحيح نية برا كانم لما ذهبي حنبليدا كحديثك لا اوان بصحيح حسابه هرچند لتحقيق دا صحيح نيه لمذهبي حنبلي دا جائز نيه بهيت شي ويك افرد چيتا غورستان وسرداني غورستان بك بلا امام احمد وحرام ولا غيري او و چونك حديثك ضعيفه حرام نيه افرد چيتا سر قبر چونك في عمر اخو عليه الصلاه والسلام فرموي ألا فزوروها سرداني قبرستان كان كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة فرمي من لا سرتادا نهم لي كردن هموتان جنوب ياو سرداني قبر بكان سرداني قبرستان بلا ميستا بيتا دلم سرداني بكان بو أوي آخرتان بيتا ويات شكا تشونا سرقور تما شادك كسي شي خوشويستي خوت يا أو خلقانا دوستو برادراني خوت همو کوتو لسر روی زوید جیان و دلیان بدنی آخوش بکشی استاد چون استاد و تلاجر او خاکیه. دیت و یادت کاروژی شد به تو لونه آوا چی تا ریزی آوانو چی تجر خاکوا. بوی پی عمری خواه اساسا بو بیر کردن ول روزی دعای ول مردن هانی دعوین کسردانی گورست هم کن. آیا آوا عام پیوانی شو افرتانی مسلمانش دگریت و بالا دگریت و. كواتب وافرتش دروسته بلام ام حديثيتر لعن الله زوارات زوار بلا كم صيغه مبالغه سوزني فعاله جمع بلام جمعي شيا جمعي صيغه مبالغه يعني او افرتاني كزور كذا كان زور سرداني غورستان ده كان كواتا حراميتك لا شويه دايا لزوري سردان دا يعني لجارجار لزوري كيدا اگر حديثي كم صحيح بوايا او هل افرتك يك جاري سرداني غورستاني كربا بر لعنت دكوت بلام صحيحني اويك صحيحه كامية لعن الله زوارات القبور او افرتاني كزور دس نسر غورستان نا كزور بچي افرت او بر لعنت دكوي بلام جارجار بچي بو بير هنا بير خسنو بير كوتنوي روجي دوائي ومردين قيناك إن شاء الله أويش جائزة ببلقع عامك كبريتيبو التي ألا فزوروها إيو بچون بو سرداني غورستان كواتجنانو بياوان دقريتوا بلان بمرجق أفرتان زور نشن وكدشن بشيويتي شرعي بشن بلان تأستا أومان مبزدني لا درسي توحيدة أوي مبزدة برقي دوميتي والمتخذين عليها المساجدة أوانيك لعنتي إخوة لو عنيك لسر غورستان تدرج دكان لسر قبر مزقود دروز دكان والسروج سروج يعني شي جمعي سراج سراج يعني شي سراج يعني شي او غلوبانا او تشراوشتانا ميتيا او السراج سراج يعني وكساني كذا شن قبرستان كان دا درازين نو بغلوب وبتشراو بنازانم شي بمومو اوشتانا اوش غناها وتاوانا چونك قبرستان قبرستانا سيرانغا نيا شويني رازان نوو نازانم شقام لدروس كردنو قلو قلزارو روناشيونا او جورستانا نيا قورستانا بو يكبتيتا قورستان دبي بزانيت كتولا قورستاني دستا
قبري شي سادة هيجي ترنا هيجي ترنا أما قبرستان برازين ريتوا بشوي شي مودرن وكوچون شارع كان درازين رينوا أو مخالفة شرعي خوايا يا شي من تو بكريتو يا نازانم قفصي لسر دروز بكريتو أو شتانا همو بيا شرعية أوي كما بس ليرة والمتخذين عليها المساجد أو زيادة سروجة ليرة دالو روايات دا عند لأهل علم دفرمون منكرة هرچن دا معناكي صحيحة أوي كما بس برا كانم ليرة والمتخذين عليها المساجد أو أني كمزقوت لسر قورستان دروز دا كان أو أنا بر لعنتي خواه بيغمري خواه كوتون عليه الصلاة والسلام بلى حديث إمام مالك رواية كردوا كبدايتك نهينا ولرأويك اللهم لا تجعل قبري وثني يعبد أي خواي فردقار قبرك من نبيت وثنيك ببارستري جقالته نبيت وثنيك خواي جنداود لذكام قبرك من نبيت وثنيك كواتا أوثان جمعي وثنا أو كسانيك أوثانيا بارستوا أوثان چي براكم أو تقبري چي دبي بوثنيا نابي في عمر صاصم لو ترساوك قبري خوي ببه وثنك بفلسترت ماشا كواتا دعاي كردو خوي قالوا دعاك اي قبول كردو الحمد لله قبري او نا فلستري بلام قبري غيري او بوتا وثنيانا بوتا وثن ويعبدون الاوثان او انيك اوثان ده فلسطين جمعي وثن او تشيا قبر وثنك ابرام هر كسب تشيا قبرك بفلستري بفرستيت هواري بكاتي طواف بدوره دابكا تيجيشتي او تشي كردوا او كردويتي وثنيكو وكو بتفرستي واي هيج فرقي نيه كاتا او كساني كدلن كاكا بتفرستي شريك بو خوادانا تنها بتفرستي تو بتيك بيني دايتاشيتو سجدي بو بري دلن خير غلط حالي بي او تبي عمر اخو عليه الصلاه والسلام فرمتي خويا قبرك من بيت وثنيكو نفرستيت كواتا ممكن قبر ببي بوثن وببارستري خلكانك هي كواين كردو استاش هر بردوام لسر اويكا قبري فياوچاكك ببارستنو بنداتي وبكن او جاء فرموي صلى الله عليه وسلم قال سربه اشتد غضب الله على قوم غضب تريخ واي پروردگار تند لسرچه توربوني خواي پروردگار تند لسرچه على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لقومك خواتو ريا لقومك زورتو ريا لقومك اشتد غضب الله نقبس غضب اشتد خوا زورتو رب ولو قومي كقبري في غمبركان ينكردوا بمزقوت كقبري في غمبركان ينكردوا مزقوت سيري او وصفش كان يعني سال الرأي اوي كخواي في غمبري خواه صاصم منعي كردوا ونهي لي كردون ولخوا فاراوة ونبي توثن ولعنتي كردوا لو كساني كقبري في غمبران دكان مزقوت مزقوتي ليه دكان أو جاء دفرمي خواي قورا زورش تورب ولو قوميك أو صفتيتي كقبري في غمبرا كان يندكان بمزقوت كواتا أو كساني كذاشن أو كارا دكان باوا نزان خوا خوشي دوين باوا نزان كاري چي باش دكان أو توربوني خوا زور قرسة لسر أوان خوا بمان پارزي بلي حديثي ششم فرمي أواني بيش إيوة أمتاني بيش إيوة عادت ينوابو أجر إذا مات فيهم الرجل الصالح أجر بياوشاكي كان لي مردبايا كان ذكر بنوا على قبره مسجدا دشون لسر قبرك مزجوت كان ذكرت بتمن بالجش لسر سكى في عمر إخو عليه الصلاة والسلام تي كبالجينا به بلامبو أويك نمونا من بيتويات قصيتش أصحاب الكهف چون چی انکر براکم او پیاو صالحانه که وفاتی انکر هاتن مزگوتیان داوای انکر مزگوتیان لسر دروز بکره بنو على قبره مسجد وصوروا فيه تلك الصور و هر بوش ندوستان که مزگوت لسر قبری پیاو چاکه دروز کن او جالناو مزگوتکش دا و نو پیکری چی اندادنا رسمی چی رسمی پیاو چاکه که اندادنا أولئك شرار الخلق عند الله تعالى أو أنا خراب تريني خلقين لا إخوائي قولا أولئك شرار الخلق خراب تريني خلقين
بو باشا خو نه چون بارک دروس کن نه چون ملهایك دروس کن نه چون شوینی رقص و سینما دروس کن چون مزگوتی اند دروس کردو بو ده به هو دروس کردنی مزگوتیک ببن خرابترین خلچی چکه درین او هموی ذریعه و وسیله ک سرد شش بوچی سرد شش بو شرک خوای گورش شریک بو خوا دانانی له متوانک به گور تر داناوا کوا تبرا کانم تماشا دکین لترازوی شرع دا هندیک شت زور گور و خطره کتیلا ترازوی خلق دا هیچ گور و خطر نیه خلچی نزان و نفهم زور بی خلچینه نزان و نفهم برا کانم ملهای چن بلاوا زور گور و خطره کواش فعلا گوریه بلام پیامبری خو علی صصم فرمو شرار الخلق چیه شرار الخلق خراب ترینی خلچی چیه فرموی اوه کدا چه مزگوت یک لسر قبر پیاوچاک یک دروز دکا مزگوت یک لسر قبر پیاوچاک یک دروز دکا شرار الخلق دلای زور یک لخلچی قبلی ولا وانا خراب ترینی خلچینو پیاو خرابن که اوشته دکن لوانه تورابن لید لوانه چشد بو دروز کن چون توشتی وادلی او کاری چی باشا قبر پیاوچاکانا با به ما گلی من لپیاوچاک کنی و باسی او ناکن رحمتی خوای لی به خوای گوری بی خاطر جر رحمتی خوای او پلی برزی به هشتی بنصیب که بلام ایم باسی آوانه دکن که دتن لتر قبری او پیاوچاک او کار دکن مزگود دکن بیگمان آوانه شرار الخلق عند الله آوانه کسانی خرابن چیش به خرابی داناون پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام به پیاو خرابی داناون نگ به پیاوچاچیان دابنید که وقت پیوسته آگامان لوا ببرا کنم او چش حدیثی که بوی باز کردین مؤلف رحمتی خواه گوری لیبه لهموی دادر کود که او کارا کاری چی زور خرابه تیدا چند وصفی چی اشکره من بودر کود که او کسانی او دکن خرابترینی خلچین او کسانا برنعنتی خواه کودون او کسانا خواه گوری زور تو رب ولیان او کسانا کاری دکن که لاسایی امتانی پیش اسلام دکنه و نق لسر هدي سنتي اسلام ما بنوا او كسان مخالفي سنتي بيغمري خواده كان عليه الصلاه والسلام كوتا كاريشي خرابه نكاريشي باج بيت همو بوچي برابر زكانم همو ام حديثانه تيدا او مان دسكوت كا مزگود لسر قبري بياوچاك بكري كا خواي تيدا بپرسري خواي گورا او جا او وصف خرابه نشيان ليندا ادی او کسی کپچه غیری خواب پرسته تیدا کپچه خودی قبری پیاو چاکه که پرسته و هاوار کاته او ده به حالی چی به برابر زکانم او کسی که مزگو تکده که تیدا لخواده پاره تو هاوار ده کاته خواب تنها نک هاوار کاته پیغمبره که چوکه پیغمبری خواه علی صلی اللہ علیه سلام لم حدیتانه ده نی فرمو او کسانی که مزگو دسر قبری پیغمبره گیا پیاو چاکه دروش دکنو او جا پیغمبره که ده پرسنو هاواری دکنه اوانه بر لعنت کوتو نه خودی تنها خودی دروس کردینی مزگو دسر قبری پیغمبران و پیاوچاکان او واد خواهنه که دکا بر لعنتی خواه و توربونی خواه که ادی او کسی لگل اواج دا او جابچه پیاوچاکا که بپرسته هانا بو او بره هوار بکاتا او کرنوش بو او بره طواب بدوری او دابکا اویان ای زیاتر شایسته اوی بر غضب و توربون و لعنتی خواه که بیان نا بگو من زیاتر بلا کنم زیاتر کچی ام همو حدیثو بلقرون واشكرانا كاوت البخاري دا لمسلم دا لسنن اربع دا لمسند امام احمد دا اوهم حديث رون واشكرانا هيا لقال اوجد تماشا دا كي بداخوا كو ملقلا كساني بناو زاناو بناو مستاي عيني وبناو بياو تشاكو صالحو بناو خوابرست او كاربلا انا وكاري شي زور بيروزا ك ليروا بشن هانا بو قبری پیاوچاک یک برن که مزگوتی لسد دروس کراو داوای لیب کنو لوی نویش کنو هاواری بکنی واد زنن و عبادتی چی برز دکنو لخوان زید دکنو نا زنن بو کاریان بر غضبو توربونو لعنتی خوای گوره دکنو خواب من پارزه کلیر و بچی تا مزگوت او مزگوتی که لسد قبر یک دروس کراو خالصی بچی لوی خواب پرستی واش بر چی دکوی بر غضبو توربونی خواه دکوی چی جای اوی کتو بچی خودی پیاوچاک پرستی او جا فائده ای چی تر پیویسته آگاه من لیبه او کسانی که پیام مسلم بفرمه لعنتی خوالوانی که قبری پیاو چاکان دکنه مزگود او دو معنی هیا معنی چی اویا که فعلا مزگود وکو بینا دروز دکن لسری معنی دومیان دیکن شوینی سجود و شوینی عبادت اگر بیتو اویج مزگود تکی دروز نکر بی
اگر بێت و بینایی چی لەسەر دروست نەکرابێ، بەڵام تۆ وا بزانی ئەوێ چییە، بچی لای قەبری پیاوچاکێک و پێغەمبەرێک لەوێ نوێشکەیت، ئەوە هەر کردوتە بەچی؟ حەدیثەکە شمولی دەکا، چکە مەسجید یعنی شوێنی چی براکانم؟ یعنی مەوضع السوجود، شوێنی چی؟ مەسجید یعنی شوێنی سوجدەبردن، شوێنی ئەوە ئیسمی مەکان، وەکو ئیسمی مەکان شوێنی سوجدەبردنە. بەڵام وەکو ئیسمی عەلەم مەسجید یعنی ئەو بینایانەی کە بریتین لە ماڵی خوا، کەواتە هەردوو مانەکە هەڵدەگرێ. ئەو کەسانەی کە دەچن مزگەوتێک دروست دەکەن لەسەر قەبری پیاوچاکان هەربەر لەعنەتەکە دەکەون، و ئەو کەسانەش ئەو شوێنانە دەکەن بە شوێنی سوجدەبردنی خۆیان و شوێنی عیبادەتیان، ئەگەر بیناکەش دروست نەکەن هەربەر شمولی حەدیثەکە دەکەن و حەدیثەکە دەیانگرێتەوە. کەواتە ماڵی خۆ من نەچوو مزگەوتم دروست کردووە، من تەنها چووم سوجدەم تێدا بردووە، نوێژم تێدا کردووە، دەڵێن حەدیثەکە شمولت دەکا و پەنا بە خوای گەورە نەفسی حکم هەیە، بۆیە دەبێ ئینسانی موسڵمان وریابێ و بە ئاگا بێت. ئەم هەموو حەدیث و بەڵگە ڕوونانە واژوەرە ئێستا کەسانێک هەیە محامینە دیفاع لە باطل و لە شرک و لە کوفر دەکەن، خەڵک بانگ دەکەن بۆ ئەوەی کە لێرەوە شەدی ڕیحال بکەی، بچی بۆ سەر قەبری پیاوچاکێک و بچی لەوێت داوا لەو بکەیت و هانای بۆ بەریت، کە وە کوفرێکی ئاشکرا و ڕوونە شەریک بۆ خوادانانە خواب من پارێزێ. مەڵێ برا، خەڵکی لەم مەوزوعەدا مەسەلەی زیارەتی قوبوڵ، گوتمان ئەو کەسەی کە دەرچێ بۆ سەر قەبر با مزگەوتیش دروست نەکا، مادام نوێژی تێدا دەکا لەو شوێنە، ئەوە حەدیثەکە شمولی دەکات. دەفەرمێ خەڵکی لەم بارەیەوە سەبارەت بە سەردانی گۆڕستان سێ سنفن، تۆ بنووسە ئەربەعەتو ئەقسام، جۆری چوارەمیشتان پێ دەڵم ئینشاءەڵا. خەڵکی چوار جۆرە سەبارەت بە چی؟ سەبارەت بە زیارەتی قەبر، چوونە لای قەبرستان. بەڵ قەومێکیان ئەوەیە کە کۆمەڵێک لە خەڵکی یەزورونە الموتا، سەردانی چێ دەکەن؟ مردووان دەکەن. فەیەدعوونە لەهم، بۆ ئەوە سەردانیان دەکەن کە دوعایان بۆ بکەن. و هذه هي زيارة الشرعية، أوش سرداني الشرعية كتو شويتا قبرستان دعاء بو چه بكي؟ بو مردو بكي، دعاي بو بكي. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فيري كردون كشوين قبرستان بلين چي السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم أجمعين، نسأل الله لنا ولكم العافية. يعني آوة تماشا دكين في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم دعاي بو مردو وكان ذكر فيري أمي كردو كشوين قبرستان دعاء بو مردو بكين. ئێوە لە پێشەیمە ڕۆیشتن ئێمە بێ، ئێمەش بە ئێوە دەگەین انشاءڵا، داوا دەکەین خوای پەرۆردگار لە ئێمە و لە ئێوە خۆش بێ، خوای گەورە عەفومان کە هەموو لایەکمان. کەواتە کە تۆ چوویتە قەبرستان دوعا بۆ مردوو دەکەیت یا دوعای لێ دەکەیت و داوای لێ دەکەیت؟ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فێری کردن دوعای بۆ بکەین برا، دوعا بۆ مردوو بکەین بەو شێوەیە. جا کە تۆ چوویتە سەر قەبر بەو شێوەیە ئەو دوعات خوێند و دوعات بۆ مردووەکان کرد، ئەوە سەردانەکەی تۆ سەردانێکی شەرعی و باشە. جۆری دووەم خەڵکانی چتر هەن؟ بەڵێ، قەومێکی تر، خەڵکانێکی تر نا، یەزورونەهم یەدعونە بیهم، سەردانی مردووان دەکەن بۆی بەهۆی ئەوانەوە شت لە خوای گەورە داوا بکەن. یەدعونە بیهم یعنی کەوسەتا، یعنی وەکو واسطە بەوانەوە دەیانەوێت لە خوا پاڕێنەوە، داوا لەوان دەکەن، ئەوانش بۆیان لە چێ پاڕێنەوە؟ ئەوانش بۆیان لە خوای گەورە پاڕێنەوە. یەدعونە بیهم يعني يتخذونهم وسطاء بينهم وبين الله، اي فلانه كاس، اي بياو شاكي فلانه كاس، منها تم داوات لتو دكم كبوم لخواب باري توا، داوات لي دكم بوم لخواب باري توا. يدعون بهم اوا اوش يعني تشي دفرمي، وهؤلاء هم المشركون، او انا مشرك بو چونك كتو داوات لقبرك كر، داوات لبياو شاك كر كبود لخواب باري توا، داوا كردن لغير اخوا شريكه، شريك بو اخوا دانانا. ئەو ئەنش کە خەڵکی جاهل و نەفام دەیکا، پەنا بە خوای پەرۆردگار کە تووشی ئەو جۆرە شرکە بوونە خوای گەورە هیدایەتی موسڵمانان بدا. بەڵێ، سێمیان باش، قەومێکی تر،
سيميان يزورونهم فيدعونهم أنفسهم أويا كسردان عندك أن دعوة لخدي أو عندك أن بنوس استقلالا فيدعونهم أنفسهم بنوس استقلالا استقلالا يعني شيء استقلالا سربخو يعني دعوة لخدي أو دكا هاتوا دل الشيخ زرت هانم بتو هنا وكرم ببخشي فلانا بياوچاك هانم بو هنا وك أوم بوب كيد كواتا يدعونهم أنفسهم داولا خودي خوي دكا جوري سيم لقل دوم فرقيان تيا هاكا هاكا أفرين ها برامتو وتتشي إيسيم أي دوم تشبو بوانا ودعان كان واسطة تيجي اشتبوا إلى دوم كنسرى وقوم يزورونهم يدعون بهم لدواء يدعون بهم نساء وساطة يعني وكو واسطيك باشا هردو جورا كبراكم دومو سيم دعوة كرنك لغير إخوانا لغير إخوان بلام لدوم ياندا دعوة لغير إخوانك بوي بيت واسطة لبيني خوي إخوانا اوش ايشي چه بو مشركه كان بو چكه خوي فرادگار باسي مشركان من بو دكا والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى اوانيك اولياء ان قلتبو جقال اخوا دانگو دي من ان پرستين الا بوونه بالاخوان زيك مان كنوا بو يفرمي هؤلاء هم المشركون وايشي مشركان بو انا مشرك بو كواتا وكو واسطه داي بنيت او توكو مشركه كان سردمي پیغمبر وايت عليه الصلاة والسلام أي كبيتو سربخو أو لشرك مشرك كانش خراب ترى فنا بخواي جورا سربخو دعوة لخودي أو بكيد نك دعوة لو بكيد بود لخواب بارتوا أوش يعني بيجومان هالشركة وكفرة جوري يا كم وبريتي ولتي الزيارة الشرعية وايا جوري يا كم شو كدعوة كلا شيء ذكره لخوا وبو شيء دعوة ذكره بو مردو كان داوال اخواتك اخوا له مردوان خوش بخوا روح من بيبك جوري دو موسيم لسري بن حسين الزياره الشركيه الزياره الشركيه شو زيارتك دو موسيم زيارتي الشركيه شريك بو اخوا دانانا الزياره الشركيه باشا جوري شوارم بن حسين بلا كانم جوري شوارم بن حسين وقوم يزورونهم فيدعون الله عندهم معتقدين أن الدعاء عندهم مستجاب معتقدين أن الدعاء عندهم مستجاب يعني كي ناتشي لو بباريته وداوا لو بكا وبو أوج يعني كناتشي لو بباريته كواتا لكام جورة وكام جورانية لدوم سيمنية وناشتي لخوا بباريته بو أو بو مردوكا كواتا لجوري چند مجنية يكا مجنية ده چه لبه ده پارته و بو خوی بز لخوا ده پارته و ای بو ده چه توی مادم بو خوی ده پارته و لخوا ده پارته و اعتقادی وای که لبه لوش لای او قبره دعا قبوله وقت زانه اوی شوینی چی مبارکه که تو لای قبری فلانه پیاو چاکه لبه لخوا پاره و بو خوی او دعا لبه قبوله چون دعا لعرف قبوله حدیثی لسله دعا لعرف قبوله ولطواف ذا كالطواف ذا كيت شوي نجي مباركة ودعاء رجاواها قبول بإن شاء الله لا صفا ومروة لو شوي نانا كحديثي لسراء أبيش چي زياد كردو وادا زاني لاي قبري بيغمبري قال لاي قبري بياو شاكك دعاء چيا دعاء قبول وشوي نجي مبارك بونا چو بو مردوكا بپارتوا بونا شو دعوة لمردوك أبكا بو شو دعاء بوخوي دكا بلام دلها أبي شو يعني شيء مبارك ودعاء تدا قبولها أوين شيا شركة كفرة شيا الزيارة البدعية أوين منو سوى هذه هي الزيارة البدعية
او بدعيه شرك نيه كفر نيه بلا كم بلان بدعيه كاري شي بي شرعيه كاري شي داهندراوه هيسلس بيغمبري خواص صلى هاني بو نداوين وبيغمبري خوا عليه الصلاه والسلام وهروا الصحابه كاني نچون بو سرغوري بيغمبري خوا عليه الصلاه والسلام بچن لوي بو خوين بارين ولا خواي غورو داو ولا خواب كن شتي وانا نكردوا بويا شتي شي داهندراوه انسان مسلمان دبي خوي له به دور بگريت چكو سر د چشه بوتي سر د چشه بو جوري دو موسيم فنا بخواي غورا كواتا خلاص براجان الزيارة نوعان بكبختي دنا بتفصيل كنت مان كان جورا شوار جورا بلان بكرتي دلان زيارتي شرعي هي وزيارتي بشرعي هي زيارتي شرعي كامية أن ندعو الله جل وعلا للموتى أن ندعو الله للموتى لخواب بارينوا بومردو كان أو زيارتي شرعية أدي زيارتي غير شرعية أن ندعو الموتى داولة شيبكين داولة مردو كان كنا وزيارتي شركية أو زيارة الشركية كدوم سيم دقيتها، زيارة بدعيش كامية، أو هي كتو دعوة الأخواب كي بو خود لاي قبرك، كواتا تيجيش تمرجان فرق لبيني زيارة القبور لدعاء الله لهم لقال زيارة القبور لدعائهم، إما سرداني جورستان دكين بو دعائن بو بكين نك دعائن لبكين واتا دعائن لبكين، بلام خلشي أمره هل يجراه توبراكم. خالتي نزان ونفام ليت يا كلبوا ناتي بو او لمردو با لم بو مردو بارته ولا اخوا بلكو دتي لمردو كذا بارته او الشريك بو خوادان اخوا بمن بارزي بله وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم جانب كما شاهدكين في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام يعني بتواوي توحيدي باراستوا هر درقايك كبرو شرك مسلمانان بره كبوني شركي ليبه في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم كما شاهدكين مسألي بنا كردني مزقود لسر قبر خوخوي شرك نية فلان كتشون كسر ده چشه بوه في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لعنتي كردو لو كاريانا لعنتي كردو لو كساني أو دكان وجيقا لو تماشا ذاكين في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام نهي كردو لويكا لدو كادا كاتي روشهالات وروش آوابون تيدا نويج بكري بو خواي پر وردقاريش يعني أوقات الكراهة فينش كات هيا كتيا كتيدا مكروها إنسان نويج بكات بو خوا نابي بو خواج نويج كيلو فينش كاتا چي او فينش كاتا دو يان يعني كراهي تحريمه سيش يعني تنها كراهية تنزيها كراهي تحريمه ككامية كحرامة تيدا أم بله كاتي رشالات وكاتي رشاوة لو دو كاتا دا نابي بو چونك لو دو حالة دا أوان جدا كان يسجد المشركون فيها للشمس مشركة كان تيدا سجد بو چيدا بن بو خوردا بن بو لو دو كاتا دا نابي تو سجد بو خوابري نوكا مشابهه یک دروز به لبینی چه و چه ده لبینی عبادی خوال قل عبادی شمس بوی مشابهه دروز نبی تو لیان جیابه لو کات ده که خلکانه که نسوزده بو غیری خواده بن تو نابه سوزده برید چو که لکاتی روشالات ده که خور درده که به یکسر سوزده بوده برید که خور درده که به یعنی خور پرستان سوزده بوده بن و که آواش ده به بهمان چه و سوزده بوده بن دیتونا بشته کی کلوان بچید هر چنده لحقیقت ده آیتو سجدت بو خور بردویم بو خوا که بیتو کاتی خور در کوتن تو نویش بکی بو خوا بو خوا بلا مواش مادام لظاهر ده لیک چونه که تو سجدت بردو لو کات ده خور پرسته چیش سجده بردو لظاهر ده وکو یکن یعن نه لظاهر ده هر دوش سجده بردو نه به تو لوان بچی میکه لو کات ده بو خوا گورش نویش مکه تماشا که چکا درگاه که برو چی ده چی ظاهری برو مشابهه ده چه لقل قومی چی مشرک بوی لو کاته ده پیامبر صاصم نهی کردوا ای سی کاته کانی ترکیه دوای نویجی بیانی استا که مدانشتوین لدوای نویجی بیانی تاوکو پیش خور در کوتن نا به نویج بکید که نویجی کردوا نویجی فرزکت کرد
دانیش بود نیه هستی است قبل ولی من حال دستم سنت دکم سنت نیه است نه ببی کد پیامبری خواه علی صاحب نهی کرد ولی ویکا عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس دوای نویجی عصر هیچ نویجی نیه نویج مکتاو کو خور آواده به و دوای نویجی بیانی نویج مکتاو کو خور در دکهت کوته دوای بیانی کاتکا و کاتی خور در کوت نیج او دو دوای عصر او سه کاتی خور آوا بونیج آوا چوار ای پنجم کات کامه ها کاکا او کاتکا خور لناوراستی آسمانه پیش زوال پیش اویکا کاتی نیورو بید پیش اوی که بانجی نیورو بده تماشا ده که لو دو حالت ده برا بتایبتی لدو حالت تحریمک ده پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم نهی کردوه لنویش بوچی فرموی لکونه ذریعه الى التشبه بعباد الشمس الذین يسجدون لها في هاتين الحالتين چونکا ذریعه که که بچی بچی با خور پرستام چی وسد صلى الله عليه وسلم الذريعه بان منع الصلاه من بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس او جانك هر خودي كاتي خور دركوتن خور اوبون بل كو دواي بياني بغشتي منع كردوا ودواي عصر بغشتي منع كردوا كتي دان مش بكي مال بل بس لو تشمان بودر كوت براجيان بو في عمر إخوة علي صاصم أو منع كردوا أو بيدو وتريا شيء منع ما يؤدي إلى الحرام منع كردني شتى كسر دش يشيب وشي سر دش يشيب وحرام بتعبتي كسر بش يشيب وشرك كواتب في عمر إخوة صاصم هر درجائك كبروا شرك سر بش يشيب وشرك هر رجائك شيء كردوا منع كردوا أنا بو منع كردوا إما لو دكات دانو يشكين او جابو زياتر منع كي دريش تركر دوا منع كرك لدواي نوجباني واصل ناب نوجكي لدواي عزر ناب نوجكي خوي لكاتي خور هلاتن دا سوز دبو خور دبره بو لدواي نوجباني ويكسر في عمر صاص من نوجي منع كر بزانا تشكا او رقايا كا سر بچيشي بو ليك چوني شي ظاهريج منع كر دوا چي جاي اگر هاتو ذريعكا قريب بيانا كهاتو ذرائع كان قريبة بالنزيق بن يعني او رقايا كا لشرك الدشوين نزيق بأو زياتر منع كردو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام همو يبو بارستيني چي برام حمايتي چي حمايتي توحيد مسلمانان توحيد كيان تنها خواه بارستي كيان سلامت بي كاريق نشن كتيدا بچي بچن با مشركين بچن بوي او نفريك هات لاي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي من نذرم كردوه كا وشتريك سر برم لا بوانا شوينيكا في عمر صلى الله عليه وسلم فرموي خو لويدا حيوان فرموی نخیر او جا فرموی برو سری برا چون که اگر لشوینک حیوان بو غیری خواه سر برا به نبه تو لیو بو خواه گورش سری بری بو ایل یک شوینک دروز نبه او همو بو پرستینی چی؟ توحید مال برا ماله ده فرمه سجده بردن بو غير اخوا او تبي عمر اخوا على اساس فرميتي لا ينبغي لاحد ان يسجد لاحد الا لله ده فرمه نابت هیچ کس یک سجده بو کس برت الا بو خوانه بیت جاء ده فرمه او حديثك ابن حبان ترمذي رواتن كذو شيخ الباني با صحيدانا وبشواهد يوا لا ينبغي لكلام اخوا ده ولا كلام في عمر ده صلى الله عليه وسلم بو تشي بكارده للذي هو في غاية الامتناع كحرزور ممنوع أو زور قد غيا كفي عمر صلى الله عليه وسلم فرمي لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد نابي بو هيج كسك سجد بو كزبري إلا بو خوانه بي كذا فرمي لا ينبغي يعني حرزور ممنوع أو زور حرامة بل قمان شيا أو تخواي قرد فرمي وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا نابي بو خواي قردك ولد بقري بو خوي يعني هر باجنيا يا هر ممنوع ومستحيل اشتوا هاك اخويا غير من دالينيا هر مستحيله تيجي ايش تبرا وما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ما كان ينبغي لنا بو ايمنا بك تشيبكين بو ايمنا بو جائز نبوك تشيبكين
لغيري تو أولياء بو خومان دابنين كسيك خوش من بيو ليبترسين وزليل بن بيو وملكتي بو بكين يعني كدلا بو إيما نبوه يعني نبونه شي اعتيادي يعني حر مستحيل وجائزني بهيش ويك حرامة هر بهيش ويك جائزني وحرامة وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم يعني أم وحية شي داين بزاندوه شيطان كان داين بزاندوه خو وما ينبغي لهم بو أوانهات أبدا مستحيل اشتوا ك شيء داي بزان بأم وحية شياطين وما علمناه الشعر وما ينبغي له خواجي دفرمي إما الشعر من فيري محمد نكدو عز الله وبوشينية ممتنع على حقي أو غاية الامتناع كتيب كابرا كإشي أو بيشي أو بريتي بلا شعر كواتا ليرة دا تيجي إيشتين بو أو يكسي نالا جا خواجي ورفرمي تي لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد يعني نابي باجنية بوشيوه تفسيري كابلا لا ينبغي يعني باجنية كسجد بري بلام كسجد بري خو جناح نيكاك يا غمصل نيفر محرم بس تويتي لا ينبغي ترين لا ينبغي لقرآن وحديث أبوتشيا غاية الامتناع أو بريتي أو بري نبون أو بري منع حرام أو تبو خواي جورد فرمه بو إما نابي كمن دال ما انهبت يعني هر باجنيا يعني دنا قلبي بقيناك يا هر مستحيلة أو مستحيلة كواتا كسبها لا تفسيري كلمة لا ينبغي نك قبل ولا هر باجنيا تناخو قيناك كسوزدش برينية تشتيش كبقيناك نا لا ينبغي يعني هر نابد خواي جورد هدايات من دبوا براكانم شرك لأفعال توابو لدرس دهاتو إن شاء الله بعض لشيء لكن شرك لألفاظ ده خايج ورب من بارزيو باك من كاتو ولا شرك بهم جورا كانيوا وما اللي بكا تحقيقي توحيد كين خايج ورب تنهاب بارستين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله وآله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم.